انه هو كان متضايق كل هالقد لدرجة انه لا بنتي ستي انا وحدة ماني منيحة ابدا لاني زعلت سد وما قدرت حافظ عليه. بحاكيك بعدين. بدي يرجع ستي لحتى اعتذر منه. ما بدي شي غير انه يرجع لاعتذر منه. وين راحت هالبنت؟ سمران حبيبتي شو اللي مضايقك؟ هو اللي مضايقني كراتيكا لسه ما رجعت على البيت وفوقها كمان ما عم ترد على تليفونها. أيوة يعني أنت خايفة عليها. بتكون بالنادي لا تخافي. هلأ بترجع. راجل شلون ما بدي خاف عليها؟ هي بنت وتأخر الوقت. هي بنتي راجل ولا نسيت؟ لا طبعا ما نسيت وبنتي كمان مو؟ بس هي بتعرف انك راح تقلقي وما ردت على تليفونها. ليش برأيك؟ كله من شان تضايقنا انا وياكي ونخليها تعمل كل يلي بدها اياه. عم تنتقم منا عن كل شي مرقت فيه وهي صغيرة. هلأ مانو وقت القلق سمران ولا وقت الدلال. لكن هلأ وقت شو راج؟ هي البنت بنتي وانت ما بتعرف شو بتحس الام وشو بيصير فيها. لما كانت كراتيكا بعيدة عني وما كنت أعرف عنها شي ما كنت أقلق لأني ما بعرف شو كان عم يصير معها. بس اليوم غير لأنها عايشة معي وإذا بيصير معها شي وما بقدر أحميها ما رح سامح حالي أبدا. راج ليه ما عم تفهم علي؟ كراتيكا بنتك بس يا سمران ما أنا بنتي يعني كمان. ما تكوني مفكرة أني عم عاملها هيك لأني زوج أمها مثل ما بيقولوا. بعرف انه بنتك بنظرك جوهرة وبتخافي عليها بس هي الجوهرة موسخة ولازم نطالعها من هالوسخ. حتى لو اضطرينا نتوسخ معها ولحتى نطالعها من هالشي لازم نعمل هيك ولازم نقسى عليها. وهذا اللي لازم تفهميه سمران، انا ماني مجرد زوج ام لأنه إذا ما كنا قاسين عليها شوي رح تتوسخ أكثر من قبل ورح نندم طول عمرنا. حبيبتي بعرف قديش بتحبيها بس هذا الشيء لمصلحتها. مو مشكلة حبيها قد ما بدك بس لا ترخي للحبل على الآخر لحتى ما تصل لدرجة ما نعود نقدر أنا وأنتي نسيطر عليها. كراتيكا عم تدق. ألو كراتيكا؟ أنتي مفكرة أنه بنتك كراتيكا عم تدق لك؟ صح؟ ألو؟ ألو مين أنت؟ قلي وين بنتي بسرعة. ما بعرف شو بدي أقول لك. بنتك للأسف معي هون. قولوا لا وين بنتي؟ إذا حابة تشوفيها مرة تانية بخير وسلامة أعطيني المصاري اللي بدي إياها من بنتك وفوراً رح أتركها. أعطيني التليفون. ألو؟ ألو؟ مين أنت؟ ليك إذا بيصرنا شي للبنت لا تلوم إلا حالك. هلأ أتركي عم تفهم ولا لا؟ هات شو هاد اللي عملته؟ بلكي عمل شي للبنت ساعتها شو بعمل؟ ألو؟ ليك نحن مستعدين نعطيك المبلغ اللي بدك إياه بس لا ترد على زوجي الله يخليك هو شوي ومعصب. بترجاك لا تأذيها لكراكيتا بنتي بترجاك. باين انك أذكى من زوجك وبتفهمي أكثر منه بكتير. اكتبي العنوان. ايه دقيقة بس. ايه قلي شو هو؟ بيندر بتعرفيها عضفة النهر وبتجيبي معك 200,000 وانتي اكيد حضراني افلام كتير معك. اذا بتفكري تخبري الشرطة او اي حدا تاني حتى وقت الوضع ما رح يعجبك. بعدين يا مدام انت لقيتي بنتك بعد كل هالسنين بلا ما تخسريها هلا. لا بترجاك بس خليني. الو اسمعني راج
لازم نعطي المصاري اللي طلبها فورا. بسيارة البنتي راجع بسرعة. سمران حبيبتي اهدي، لا تحملي هم كريكيتا، ما راح يصير لها شيء بنوب. المهم هلا لازم نحكي مع الشرطة، لأنه ما بنعرف عم يحكوا الحقيقة ولا عم يكذبوا. لا راج، شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو ما سمعته شو قال لي؟ قال لي إنه إذا بخبر الشرطة أو أي حدا تاني ممكن. ما بقدر أقعد هيك، ستي أنا لازم أروح دور عليه، رايحة دور عليه. روجي شبك، لوين بدك تروحي هلا؟ بيكون في كتير ناس هونيك وما رح تلاقي. روشني ما رح تستفيدي من الروحة لهنيك. ليك هديدي، هي عم تعمل كل اللازم. براتي ما معها حق بنتي. بس ستي أنا ما بقدر أقعد هيك وما أعمل شي بنوب. أنا حاسة فيكي بس الموضوع مو مثل ما أنتي. لا عمتي، أنا روشني. لازم روح. روشني اسمعيني وروقي شوي. أنا قلتلك رح ندور على سيد هارت ورح نلاقيه حتى لو شو ما صار بنتي. أنا بوعدك، بس أنتي وثقي فيني. طيب ليكي، تعرفي شو؟ بروح أنا وأنتي ورح نلاقيه سوا، منيح هيك روشني؟ دورجا، معقولة تاخدي روشني معك وهي بهيك حالة؟ هي هيك بدها ومو قدراني تصبر. إذا رح تضل تنطر بالبيت رح تتعب أكتر من الأول. عالفاضي روشني، يلا خلينا نروح ندور. سيد هارت بخير، أنا متأكدة. سيد هارت بخير عن جد؟ إيه أكيد روشني، بس وثقي فيني. ونحن رح نجي معكم؟ لا ماما، رح نروح أنا وروشني وبس. كيسار، دير بالك على الكل بالبيت، وإذا عرفتوا أي شيء عن سيد هارت شو ما كان، إذا بتريد فوراً خبرونا. خلينا نروح. يا ربي دخيلك. سيد هارت دايماً كان حابب يشوف روشني متفقة مع أمه، واليوم التنتين متفقين وراحوا ماسكين ايدين بعض. يا رب احمي سيد هارت ورجعنا يا بخير، هو كمان ابننا، احملنا يا رب. راج بلاها، بترجاك بلا ما تخبر الشرطة الله يخليك، بلكي يا زكرتك إذا عرفوا. يا سمران ما في شي بخوف، أنا حكيت مع المفوض وتأكدت. صدقين هو قال لي لا تصدقوا للخاطف، ما بيقدر يعمل لأي شي. راج بترجاك بلا ما نخبر الشرطة قلبي مو مطمن، إذا بيعرفوا متأكدين ما رح محطة باتشي. لا توقفوا تتجمعوا. شو عم يقول؟ سمعتي؟ يا ربي الله يعين يلي كانوا هنيك. يا رب احمي كل الناس. عاد هو عم يدق. الو؟ لك ليه هيك؟ إيه هذا الشيء ما بيصير. انا قلت لك مو هيك؟ لا تخبري الشرطه احسن لك. هلا طلع الموضوع عن ايران، رح نعرف معلومات اكيد بمخفر الشرطه. لازم، لانه قاعدين على نار بالبيت. صح، اذا بيموت احسن برتاح منه. راج فير قلت شيء؟ لا ابدا. لو سمحت ممكن شوي؟ مفكره حالك كتير ذكيه يا مدام، مو هيك؟ مانك عارفاني مع مين علقانه، عنا عالم بكل مكان. هلأ تغير الاتفاق، يا أما بنتكن بتنتقل ويا أما المبلغ بيتضاعف. شو بدك تعملي هلأ إلي؟ لك بترجاك ما رح خبر حدا، بس لا تنسيها، ورح نعطيك المبلغ يلي بدك إياه. هاي آخر فرصة، عم تفهمي؟ المبلغ كله بتجيبي. لوين رايح اليوم؟ والعنوان تغير هالمرة. في مستودع بجنب النهر القديم، مثل الشاطرين بتجوا لهنيك، وإذا جبتوا ال400,000 ساعتها بتاخدي معك بنتك. صحيح. تذكري منيح، إذا بتحاولي تخبري الشرطة هاي المرة ما بقى رح أرجع دقلك. رح تلاقي بنتك مفارقة الحياة عندك بالبيت. ألو؟ ألو؟
شفت؟ قلت لك بلا ما نروح نخبر الشرطة أحسن، ليكن عرفوا إنه نحن هون وضاعفوا الفدية كمان. منيح هيك؟ 400 ألف بدهن. خلص راج، ما بقى بدي رد عليك، بدي بنتي ترجع لي بأي طريقة. بترجعك راج. حضرة المحقق،